كيف حالنا الآن وعندما نتحدث عن الأسر المتبعين التي قال أنهم أوفوا بما عليهم من صبرتم على بلاء الفقر والجوع. نعم، نحن هنا في وزارة التنمية الاجتماعية في غزة نطالب وزارة المالية برام الله أن يتم التسريع في صرف مخصصات الشؤون. نحن نساند هذه الشريحة ونقف قلبا وقالبا معها، ونتمنى أن يكون هناك موعد قريب يتم الإعلام به عن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية. لا جديد بالنسبة لسياسة التسويف والمماطلة للأسف الشديد التي تنتهجها وتتبعها السلطة الفلسطينية بالتمييز العنصري. وهناك كما أسلفت أن المعاناة بدأت من 2017 وحتى يومنا هذا، أي ما يقارب من 2.5 مليون شيكل ذمة مالية في رقبة السلطة الفلسطينية لمنتفعين الشؤون الاجتماعية. احنا بنطالب الشؤون الاجتماعية ونطالب أبو مازن، نحن مكفوفين واحنا خريجين، واحنا لم يا أي مؤسسة حكومية لم تدعمنا بشيء، ونحن نطالب الوزراء واحنا مكفوفين ومرضى، والمرضى لا يتراقضوا راتب ولا يتحادوا عن أي شيء، والشؤون الاجتماعية إلى سنين مهمشين، والمهمشين هو الرئيس مسؤول عنهم.